هنا عز الدين عوض إلى وائل الرفاعي. وائل ناحية اليمين مارديك، مارديك داخل منطقة الجزاء، مارديك هنا المحاولة مارديك، والهدف الأول لمصلحة حطين. ومارديك مارديكيان يسجل الهدف الأول في هذه المباراة وفي هذا الديربي بعد مرور 19 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة. جول لحطين، جول لحطين، الهدف الأول في هذه المباراة. مارديك مارديكيان والهدف الجميل. وشوفوا مارديك يدخل منطقة الجزاء يناور ويحاور أيضا في داخل منطقة الصندوق. أوه.